أنا معكم مواصلين معكم رفقينكم حتى نص النهار على إكسبرس أف أم توتسويت جو وقت الشارع التونسي. الشارع التونسي. الشارع التونسي وموضوعنا اليوم نحكي على الوضع الحالي، الظروف المادية الصعبة. هل التونسي اليوم مازالت عنده الرحمة؟ هل التونسي اليوم في هالظرف الصعيب هذية مازال يخمم في غيره، يعاون غيره باللي يقدر، وخاصة مع احنا قادمين على شهر رمضان وجستما هو شهر الخير وشهر الرحمة والتعاون، ولا التونسي اليوم عادش خالط حتى انه يكفي روح؟ شهر سيدي رمضان هو شهر الخير شهر الرحمة، دونك اليوم اسكو التونسي قاعد يخمم في غيره اللي ما عندوش اللي ما في حالوش؟ هذا هو موضوعنا. 71 725 1000 سي محمد يتفاعل معنا ويعطينا رايه. يا سي محمد مرحبا، اهلا وسهلا. عسلامة اختي، مرحبا بك. شكرا لك يا سيدي، ميرسي بوكو، شكرا لك على تليفونك، تفضل. مرحبا. والله انا جيرو الفي فريمون ان بارادوكس قاعدين نعيشوا فيه في تونس. يعني احنا اوني بومباردي بار لا بوبليسيتي، بومباردي بار لو كونسوميريزم، الاستهلاكيه المفرطه او ترانس. من ناحيه معناها انتم مع احترامي للناس كل اي كومبري الاعلام، احنا اوني دي زيتر ايكونوميك ابوزيو، معناها احنا ناس مستهلكين بوتونسييل. احنا فاذا كان دخلنا في هالموتقه هذه نتاع استهلك كونسوم كونسوم، تولي خير وترتاح وتولي احسن وتولي احسن، ومن بعد تجي دون لي مومون ديفيسيل دور، اي اسمع لا توا مش استهلاك، توا سي لا سوليداريتي، سي لا كومباسيون، سي لومباتي. انا نتصور القضيه هذه تتطلب مراجعه بصراحه عميقه جدا في المفاهيم اللي احنا نبنيو عليهم مجتمعنا والتفكير نتاعنا. كنت تسمح نتفاعل معاك سي محمد؟ نعم، حبيت نتفاعل معاك ويمكن معناها نجاوب نوعا ما على هل التناقض هذايا اللي تحكي عليه انت. من جهه اوني اون سوسيتي دو كونسوماسيون، من جهه اليوم كل شيء يعني يمشي بالاشهار معناتها شهر رمضان مثلا على سبيل المثال هو شهر استهلاكي بامتياز، لكن من جهه اخرى جوستومون التونسي زاده كيشوف انه فما نقص في المواد الاساسيه والاستهلاكيه زاده كيمشي في عمر يشري باك ويشري ثلاثه. التونسي ما ينجمش يستغنى على حاجات وما يحبش يرشد استهلاكه، والتونسي باغيور فما ناس اللي ماهيش خالطة على ابسط الحاجات، ماهيش لاقيه تتعشى. اختي العزيزه، والله انا اللي مت كنت نحكي مع صديقه معناها زوز ولاد الشعب يون دمار، انه احنا ديما ينظرون علينا اوني انيتر بيولوجيك، راو معناها احنا ناس يعني وكانه عرفت قفه التونس ماكله التونس اور الانسان صحيح الي ماتريال مي على فوا إلي سبيريتوال، سي ان اتر نوبل. يعني إذا كان ما نحكيو كان على الجانب البيولوجي والماكلة، أوني أون تران دو فورماتي لا سوسيتي والمجتمع أ ديفونير فريمون أن اتر كونسوماتور بار إكسيلونس. كيفاش نحلوها الإشكالية هذيا؟ هو يمكن احنا فيه الشيء هذايا، يعني أنت بتتخ تنبه منه، لكن اليوم غيالمون أوني أون سوسيتي دو كونسوماسيون، واليوم كل شيء يمشي حول الإستهلاك والماكلة أونتخ أوتخ وغيره. أختي العزيزة نعرف وقت ليميتي، هذاك علاش نحتاجو فريمون مراجعة القيم نتاعنا، لأن أي مجتمع نحب نبني حول ما أي قيم، هل هو قيم محبة أخوة رحمة عطاء جينيروزيتي، وإلا العكس كوبيديتي ماتيرياليزم أو ترانس، على خاطر المظاهر هذه اللي تحكي عليها يحكي عليها برنامجك ويعطيك الصحة على الموضوع. شكرا لك. هي هو مجتمع حقيقة جشع طماع، الأفرد فيه معناها فريمون كما قال هوبس معناها هو إنسان ذي بيحب ياكل خوه، إذا شكون ناكله قبل ما ياكلني، والعكس وبالعكس. ما يجيش هكا نبنيو مجتمع على قيم ملي هو صغير، معناها إلي دون لا كومبيتيسيون، ملي يقرا الاخر لالتيريتي، الاخر هو عدو ليك، ومن بعد نقول له لا راهو توا يلزمك تولي رحمه وتولي محبه وتولي عتبه. فرانشمون سي لا كونتراديكسيون بيور اي دور. وشكرا لك، يعطيك الصحة يا سي محمد وميرسي لك أنت. أون توكا يعني خذيت الموضوع من زاوية أخرى اللي هي مهمة جدا اليوم، واللي جوستومون شنو قاعدة يشبه المجتمع نتاعنا فينالمون، وعلى شنو قاعدين هالمبادئ هذه اللي نعيشوا بها، ومهم هالوصف اللي عملته. بوتيتخ يمكن معناتها يقلق شوية كي تقول معناتها ناكلوا قبل ما ياكلني ولا غيره، فينالمون
هذا هو يعني كيف نمشيو في هلا في هالتوجه هذا وصف يخوف شويه قلق شويه اون اسبيرون جوستمون نو اون ريفو سيرتين شوز كيما كنت تحكي يا سي محمد مشكور فريمون ميرسي بوكو على المداخله القايمه نتاعك نكملوا مع التليفونات مع